ولا لا يا اخوي؟ البارح رياض جراد وسمير وسرحان الناصري على قناة التاسعة، قال لك مسيرة 13 سبتمبر لم تتجاوز 600 شخص. لا فهمتوا رخص ساعة، شكون جابهم ساعة؟ هما بمصيفة يظهروا في أي قناة الناس هذوما، يعني هل هما محلين؟ مش محلين سياسيين، هما مرتزقة. يعني رياض سكالوب، رياض إجراء اللي قاري باك في 6 شهور، ها واحد جبري كيما هكا لحاس مرتزق أحزاب، طلعت نادي عكاشة، طلع مع نادي عكاشة، طاحت نادي عكاشة، سب نادي عكاشة. شو هو مسيرته رياض إجراء؟ ستورات زرقاء ولا حمراء؟ الراجل قاري باك في 6 شهور، مش يخرج يتكلم على السياسة. سامحوني أخي، سامحني يا أخي، قعد معه مرة جنيح، عمل صحن معاه ولا سكر معاه ولا شم معاه ولا ما نعرفش عليه، يولي يجي في التلفزيون ولا كيفاه؟ معنا فهمونا فهمونا، هلا قناة التاسعة هذه راه مش الشعب كامل، مش يعمل لكم هجمة، راه الشعب التونسي قناة التاسعة مش يهاجمكم، مش نهاجموكم قناة التاسعة، لأنك أنت توا تدعم في قيس سعيد، واضح خطكم، واضح تدعم في المتحيد. تو مسيرة كاملة يا رسول الله، الصف من أطرف شارع قرطاج لآخر شارع يا معلم، كي تحسبها بركة من أطرف الشارع لأطرف الشارع فقط، هذوما جي 50 ألف، خلف أنت الشارع اللي مازالت العباد تجي، فهمت؟ هذوما يعني هذا قلت لك 70 ألف بكل تواضع، يعني 70 ألف حضروا، 70 ألف بكل تواضع، قلنا معنا مش خلف. ثم وكالة رويترز الأنباء قالت لك فوق 100 ألف. يجيني رياض الهامل، رياض سكالوب اللي طردوه من الفاكلتي على خاطر سكالوب، اللي قرا باك بلي 6 شهور فقط، باك بلي 6 شهور مستواه العلمي، واللي طردوه في القصرين، قرا في جيزات القصرين طردوه على سرقة سكالوب، يحل فمه على سيادو جبري الكعلاف هذايا، ويقول مسيرة لم تتجاوز 600 شخص. وشكون يجيبه معاه؟ سرحان بانانا، سرحان الناصري اللي ولاد حومته ما لقاش فيهم الخير، يعني صفاقس الغربية طاح فيها في الانتخابات، مكروه حتى في حومته، في صفاقس مكروه، اللي هو صباب مرتزق مورط في بسام لوكي، اللي متورط في قضايا تحيل، اللي هو مرتزق اللي ما عندوش حزب، عنده هو ومرته، هو رئيس حزب عملوا حزب التحالف، ومرته أمينة مال. هذو ما زوز كعالة تجيبوا فيهم يا دار جنيح، معناها مش جايين ضد الشعب، انتم ماكم تخلصوا غضوة الحي، راهو لهنا الشعب مش يقيدها الحكاية هذو، مش كنا الشعب كامل معاش يجيبونا رياض جراد؟ شو راس ماله؟ انسان قبيح، انسان يتقبح، اذا كان السياسة قباحة فعلى الدنيا السلام. معناها رياض جراد جايبينه شنو؟ تحبوا جايب رياض جراد اللي ما يتهزش بمقص النار، مش محلل سياسي معلم، شبه مدون هذاك. شو مسيرته؟ شنو مقالاته؟ كان القباح، ما عنده لا مقالات، لا عنده ما مسيرة إلا سطورات زرقاء، من حزب لحزب مرتزق يعكعك، واخو برشا فلوس من رجال أعمال. هذاك هو، هذايا معناها، هذايا تجيبوا فيه معناها من قلة الكفاءات السياسية، ولا من قلة المحللين السياسيين، ولا جايبين سرحان سكالوب، سرحان بنانا يا ربي، المرتزق الكبير والمتحير، ها سرحان الناصري، ها معناه والزوز، قال لك ما يفوتوا 600. والله اقسم بالله اخي، اخي سامحني اخي، نحبوا نسلهم الزوز هذوما الكعالة، سرحان الناصري ورياض جراد، اخي ما تحشموش يعني بالحق، اخي ما تحشموش، معناها هكا 600 شخص، 600 شخص راهو حد حتى كالرقارة ما بين ما بين ما بين شارع كارتاج وكل واحد فقط، هذوك متعملوا 600. نحكي لك على صف طويل، تصور البارح الدرون حبت تصور حشمة نتاع الحرس نتاع الوزارة الداخلية، حشمة البارح قالت لك سيب عليا باش نفجع في قيس نتاعكم البارح، يرعش مش يبور في سروال، ويرعش البارح مسيرة 13 سبتمبر زلزلت منظومة كاملة. ش عندكم انتو؟ مش كون مازال معاه قيس سعيد؟ زوز 2% ولا 3%، ما عاد الشعب الكل ضده، ما عادش ثابت. تصور هذاك تاع مسيرة تاع حركة سسمة 25 جويلية وقت اللي كنا عاد وكنا غاديكا وكذا، وش من كنتو؟ توا ما كومش انتو ما تلمدوا حتى حانوت نتاع ملاوي،
انتوما تو مع قيس سعيد ما عادش فما حتى حد مع قيس سعيد ما عادش بح البارح شارع تعبى البارح يا معلم البوليسيه خافت سخفونا البوليسيه تونس الكل شافتها قناة التاسعة كونتر الشعب انتوما يا دار جنيح هذا هذا مهومة معناه انتوما اليوم تجيو ضد الشعب تراو طايح قيس قسما بالله مش يطيح مش يطيح قيس ما انتخابات او اسمه انتخابات مسيرات ما غير مسيرات ما غير انتخابات طايح اما راكم تتحاسبوا دعموا في شكون دعموا في قيس سعيد وخوه نوفل ها دعموا في واحد ماهوش رئيس شرعي رئيس ما عاش عنده حتى سلطات الناس الكل ضده وجايبين رياض سكالوب الهامل وجايبين هكا سرحان الناصر المتحيب اللي ولاد حومته ما لقاش فيها الخير في صفاقس مكروه السيد محروق كيف صفاقس خسر الانتخابات خاطر مكروه شكون يسمعهم الزوز هذوم الزوز الجهل هذوم انا هي قناه عربيه عداتهم زوز بهايم هذوم ما عديهمش شنو اللي يجي يحك راسك هذوما مش محللين هذوما اشباه مدونين بالنسبه لنا فهمت برا ناركم زين وراهو ديما مش نقولوا القناة التاسعة نحضروا رواحنا يا شعب كالعادة في الجروبات مش نجبدوا السحب بتاع لابوني من قناة التاسعة ونعملوا عليها البلاغات ونعملوا عليها هجمة كبيرة لأنه الناس هذوما مش حابة تحشم على رواحها معناها قلنا تصورت أنا قناة التاسعة معاش يجيبوا رياض جراد بعد ما تكره بعد ما شو ما رياض جراد عنده كانش القباحة يتقبح في الكبار معناه على الرداء وكل شيء على الاقل قلنا يحترموا رواحهم جيبوا واحد اخر يدافع جيبونا رياض جراد المرتزق والعميل واللي راس ماله وكان القباحه وسرحانه بنانه برا نهاركم زين بلي تبعوا هكا الفيديو وشوفوا تلقاهم 600 هذوما وين القاهم رياض جراد شوف يعني قلت لك شيء يحبس المخ والسلام بسلامه.